معانا الاستاذ وحيد سعودي خبير الارصاد الجويه. يا دكتور وحيد صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيك وسعداء طبعا حضرتك تكون معانا علشان نطمن الناس دلوقتي، لان زي ما حضرتك عارف طبعا الفتره اللي فاتت اقاويل كتيره واخبار كانت منتشره على الفيسبوك السوشيال ميديا ان يوم الثلاث في القاهره وفي مصر هيبقى يعني يوم مش طبيعي واعاصير وهكذا. يعني يمكن دلوقتي اكيد في جو مختلف، في انخفاض في درجات الحراره، لكن خلينا نعرف من حضرتك اليوم والايام اللي جايه هتمشي ازاي يا فندم؟ اتفضل. احنا يعني اعتبارا من النهارده حضرتك مصر تقريبا معظم المدن والمحافظات تحت تاثير حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. طبعا مفادها انخفاض ملحوظ في درجات الحراره بفعل تتراوح من 8 الى 10 درجات مئويه مقارنه بالاسبوع المنقضي. وطبعا صاحب ذلك نشاط الرياح المثيره للرمال والاتربه يكون تاثيرها الاكثر على كل المدن الساحليه. وطبعا بدا بالفعل سكوت الامطار الان على القاهره وعلى العديد من المدن الساحليه. طبعا ما تتحول الى امطار غزيره ورعديه خاصه المدن الساحليه المطله على البحر المتوسط او على محافظات مدن سيناء، وقد تتحول الى ظاهره السيول هناك. لا نملك غير النصيحه في مثل هذه الاجواء طبعا، اللي طبعا استمرار ارتداء الملابس الشتويه الثقيله على مدار ال 24 ساعه بقدر الامكان. ثانيا القياده بهدوء كامل على الطرق السريعه خاصه للساده المتجهين من والى المدن الساحليه الى مدن ومحافظات سيناء، ويا ريت يبقى في مسافه امان بين السياره والاخرى والالتزام بالسرعات اللي بتكررها الادارات العامه للمرور في مثل هذه الاجواء. الابتعاد تماما عن كل الانشطه البحريه في جميع المسطحات المائيه. طبعا ارتداء الكمامات في مثل هذه الاجواء لانها بيئه خصبه لطبعا تكاثر فيروس كورونا حضرتك. صحيح. طبعا هذه الحاله هتستمر معانا على الاقل حتى يوم الجمعه وان تثبت حدتنا للجو. يعني لغايه الجمعه وبعدين السبت يبدا الجو يبقى في تحسن نقدر نقول، ودرجات الحراره في ارتفاع. حضرتك بتستمر درجات الحراره منخفضه، بتستمر سكوت الامطار على المدن الساحليه وعلى سينا. وطبعا بالمناسبه الامطار دي هيمتد تاثيرها اليوم الى محافظات شمال ووسط سيناء. ويا ريت كل شركات السياحه تعيد النظر في الاتوبيسات والسيارات المتجهه الى سينا، لان في خطوره كبيره على هذه الطرق نظرا لطبيعتها الجغرافيه، ومع شتيمه الامطار بيبقى في خطوره كبيره على هذه المركبات وعلى ارواح طبعا السياح وعلى المصريين. طيب اخر سؤال لما حضرتك بس دكتور وحيد، يعني بالنسبه للشبوره، لان الشبوره دي يعني كارثه حقيقيه في ذاتها، يعني فهل هيبقى في شبوره الايام اللي جايه عشان بس الناس تطمن برضه؟ على الاقل لغايه يوم الجمعه ما فيش شبوره طبعا حضرتك لان في نشاط رياح. كويس. لكن اعتبارا بقى من فتره الجمعه والسبت احتمال كبير لعوده الشبوره مره اخرى نظرا لارتفاع نسبه الرطوبه بعد شتيمه الامطار. تمام، نشكر حضرتك دكتور وحيد على التغطية دي، شكرا ليك يا فندم وحيد سعودي خبير أرصاد والتحليل الجوية.